يصلي الأعرابي لما دخل الإسلام قبل صلاة المغرب وأخذه بلال ليغتسل وينطق بالشهادتين أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقف ليصلي خلف الرسول أول صلاة في أول قرآن يسمعه، فسمع الرسول يقرأ: إني أريد أن أنكحك إحدى بنتين على أن تأجرني ثمانية حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك. قال القرآن: فلما قضى موسى الأجل، يعني الرجل قال له أنا زوجك بنت من بناتي وانت ايه جاء من مصر فقير، يا اما تشتغل عندي 8 سنوات يا تشتغل عندي ايه، انت ترضى بالله عليك بأبو زوجتك يشغلك عنده 8 ساعات؟ يا سيدنا موسى ده أبو الصبر يشتغل عند الرجل ايه سنوات، سبحان الله. فالمهم اني اريد، فلما قضى موسى الاجل الاعرابي، شوف القرآن ده سمع أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر وبلال وعبد الله بن مسعود وكلهم اللي يقول العظماء دول. الأعراب انتبه إلى بعد ما خلصت الصلاة، الأعراب ما عندهمش بروتوكول ولا إتيكيت، قال: يا رسول الله كم مكث موسى عند هذا الرجل؟ مصاي القرآن ما قالناش هو 8 ولا، قال له أنا هزوجك بنتي على أن تشتغل معاه عندي 5 سنة يا 8. المفاجأة المذهلة، يقول الحبيب له: انظرني حتى اسأل من هو اعلم مني. هذا اللي املي في الحياة، ان نحن نقول ان ننتظر ان نسأل من هو اعلم منا. لا والله، يعني فسأل الرسول جبريل. جبريل كان موجود ساعة سيدنا موسى ولا كان ما كانش موجود؟ موجود، موجود من قبل ادم، صح؟ قال: يا جبريل كم قضى موسى عند هذا الرجل؟ سيدنا جبريل مش زي المقيمين في مكان ما يعني، ده قال: انظرني حتى اسال العليم الخبير. انا غير مصرح ليا في الفتاوى، لكن احنا ما شاء الله عندنا اسهال فتاوى، نفسنا امساك فتاوى، لا اسهال فتاوى، لا اله الا الله. يا رجل يا طيب اتق الله، حاسب شويه ولا الله اعلم ولا ادري ولا راجل باينه واضحه، سبحان الله. الله الله يعزك، جحا راح يشتري حمار من السوق، فقال: بكره لزوجته انا اشتري حمار من السوق. قالت له: طب قول ان شاء الله. قال: لا ليه، المبلغ في جيبي والحمير في السوق، يعني بقى 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 بقى. المهم راح في الزحمه الحرام من الحلال، لص حط يده وجيب جحا، رجع للبيت ايد ورا، فين الحمار يا جحا؟ قال لها: والله انا خرجت من البيت ان شاء الله ورحت السوق ان شاء الله، سومت الرجل على الحمار ان شاء الله، وضعت ايدي بجيبي ان شاء الله، لقيت اللص سرق اموالي ان شاء الله. يقال في رواية ان قلت له: انت دخلتك علي احسن من 100 حمار. وده شايف القصة يعني. فقال قال جبريل: انظرني يا رسول الله حتى اسأل سبحانه وتعالى العليم الخبير. خبر الله جبريل فاخبر النبي، فقال النبي للاعرابي: ولنا ان موسى قضى ابر الاجرين واطولهما، يعني قضى كم سنة؟ 10 سنوات. واقرأ في تاريخ الاسرة 18 اللي كانت تحكم مصر، ابان حكم فرعون الذي كان يريد قتل موسى، فوجدت ان الدستور المصري في هذه الآونة كانت تسقط عقوبة القاتل بعد مرور 10 سنوات من القتل. ولذلك لما رجع موسى فرعون يقول: ذروني اقتل موسى، يعني يعني تعالوا نعطل الدستور ونعطل المادة دي بتاع القتل دي، ونعمل قانون استثنائي زي ايه، زي بعض البلاد كده، نعمل قانون ايه استثنائي، احنا في الناس تخلي بالك. وبعدين سبحان الله العظيم، والقانون الاستثنائي ده نعطله ونحكم على موسى، نقتله نخلص عليه ونرجع للقانون مره تانية. الاشاوس الحاشية والمستشارين ومحكمة مش عارف ايه اللي حوالين فرعون لم يعطوا فرعون هذا الاستثناء، وابوا الا تطبيق القانون، فلم يستطع فرعون ابو الدكتاتورية في العالم ان يقتل موسى، لان الدستور دستور.